يعني لا شك أنه في حالة من الارتباك الآن نتيجة أيضا هذه الأوضاع المتغيرة في الوطن العربي، يعني وكأن كتاب المسرح الذين يفترض فيهم أن يستشرفوا ما سيحدث، يستشرفوا المستقبل، كأنهم فوجئوا بما حدث في من متغيرات في الوطن العربي. لذلك أغلب نصوصنا الأخيرة هي نصوص مرتبكة لا تعرف أين تذهب، كيف تكون على تماس مباشر مع هذا الجمهور. لذلك هناك مشكلة في الكتابة الركحية الآن. هناك نصوص أدبية متميزة، ولكن نحن بحاجة إلى نص يكتب ركحيا، مكتوب للركح. ويعني هذه إشكالية الآن، ولكن هناك لا زالت في نصوص متميزة عميقة قادرة على سبر أغوار هذه المتغيرات أيضا، وقادرة على التواصل مع الإنسان المحب للمسرح أو المواطن بشكل عام في الوطن العربي. لكن لازلت أنا أصر ويعني دائما أقول أنه إحنا مشكلتنا ليست في النص المسرحي، نحن لا نواجه أزمة في الكتابة المسرحية كما يشاع. هذه شماعة رمينا عليها كل مشكلات المسرح. هناك مشكلة مخرج في الوطن العربي. أنا هناك مشكلة مخيال، هناك مشكلة لو توضح الرؤية أكثر يعني من ناحية ماذا المشكلة. أنا أعتقد أنه هناك ارتكان إلى الكسل لدى المسرحين أو صناع المسرح في الوطن العربي، ورموا كل مشكلاتهم على الكتابة المسرحية أو على الكاتب المسرحي على اعتبار نحن لدينا أزمة نص مسرحي. هذا الكلام غير صحيح، هناك المئات من النصوص المسرحية. مثال بسيط، نحن في الهيئة العربية للمسرح لدينا مسابقة سنوية للكتابة المسرحية للكبار وللصغار، يصلنا فيها أكثر من 300 نص مسرحي، وعندما تغربل هذه النصوص وتدخل للتسابق نتحصل على 260 نص مسرحي. لك أن تتخيلي كبار المسرحيين العرب يحكمون في هذه المسابقة، التفاوت بينهم بالدرجات لا يتجاوز درجة أو درجتين ما بين الأول والعاشر. إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.